خرجت مسيرات غاضبة في أغلب مناطق البحرين وبلداته رافضة لسباق الفورمولا واحد المزمع إقامتها في 21 من هذا الشهر، وتضامن المتظاهرون مع الرموز المعتقلين والمعتقلات في سجون الأمن الخليفي. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل. مداهمات ليلية وتعذيب في الشوارع أمام مرأى الناس، ومئات الانتهاكات الموثقة والتمادي على الأعراض، وعشرات المساجد المهدمة، وأحكام جائرة لم يسلم منها حتى الأطفال، وغيرها أسباب كافية يعتقد فيها البحرانيون لرفضهم إقامة سباقات الفورمولا المزمعة بعد أيام في البحرين، وتأكيدهم على أن لا حل مع النظام الخليفي الحاكم غير رحيله عن سدة الحكم حتى يقرر شعب البحرين مصيره، وهو حق أصيل لكل الشعوب. واعتبر ثوار الخارجية بجزيرة سترة أن سلمان بن حمد هو كباقي أفراد العائلة الخليفية الذين يئس الشعب من إصلاحهم وتمسكوا في شعاراتهم بالمطلب الأساس في إسقاط النظام الخليفي كما كان واضحا في شعاراتهم يوم الأمس. وقد استقبل أطفال سترة يومهم الدراسي بالأمس بسحب الغازات السامة التي أطلقتها قوات الأمن الخليفي بشكل متعمد في حرم المدرسة، وكاد أن يودي بحياة الطلبة والمدرسين. الشعب يريد إسقاط النظام، كان هذا الشعار نفسه في بلدة واديان التي خرج فيها المتظاهرون تضامنا مع مئات الأسرى وفي مقدمتهم قادة الثورة والحرائر. أما في مركوبان فقد أكد المتظاهرون رفضهم لإقامة سباقات الفورمولا واحد، منوهين بأن هذا الرفض بمثابة إنذار ربما يستتبعه عمل ثوري في الفترة المقررة للسباق. ونادى ثوار بلدة مهزة برحيل النظام الخليفي الذي اعتبروا بقاءه سببا رئيسيا لملء السجون وممارسة التعذيب والاعتداء على الأعراض، كما كان واضحا ذلك في الشعارات التي رفعت في المسيرة التضامنية مع الأسرى والأسيرات. وعبر أهالي سفالة في مظاهرتهم بالأمس في أسبوع الأسير عن وفائهم وإخلاصهم وتضامنهم مع كافة الأسرى الذين يضحون بحريتهم من أجل حرية الوطن وكرامة المواطنين. وفي جزيرة النبيه صالح خرجت مسيرة تضامنية مع قادة الثورة، وأكدت في شعاراتها على أن المعتقلات ميدان آخر من ميادين الثورة التي تنادي بإسقاط الحكم الخليفي، الشعب يريد إسقاط النظام. ولم ينس كذلك المتظاهرون سباقات الفورمولا التي أكدوا رفضهم إقامتها، سباقكم لن يكون. الاعتزاز بمنهج الشهادة أكبر عوامل الصمود ومواصلة الثورة، وبهذا الفهم كان للعكراويين في مسيرتهم التي جابت شوارع المنطقة هذه الإشارة، حيث مجدوا شهداء الثورة معتبرين الشهادة وسام شرف وفوزا عظيما، ومحملين مسؤولية القتل والجرائم للحاكم الخليفي. عن كل سجين ومقتول يا حمد أنت المسؤول. وبمشاركة نسائية لافتة كان للمعاميريين شعاراتهم المنددة باعتقال الحرائر والاعتداء على الأعراض، قد سلبوا الحرائر وقد رفعوا حناجرهم وقبضاتهم ضد الحاكم الخليفي، يسقط حمد. وقد قمعت قوات الأمن الخليفي التظاهرة بوابل من الغازات السامة. وفي حركة رمزية لمحاكمة رموز العائلة الخليفية قام ثوار النيدرات بإحراق مجسمات لرموز الحكم الخليفي، وعاهد النيدراتيون الشهداء والجرحى والأسرى بالتمسك بحقهم في القصاص. آية القصاص التي سنقتص بها من القاتلين الفاجرين، وعلى رأسهم هؤلاء الثلاثة المجرمين أبناء القبيلة الخليفية. وفي المسيرة التي خرجت بعنوان سباقكم جريمة في إشارة إلى سباقات الفورمولا، اعتبر السماهيجيون أن الحاكم الخليفي ليس إلا ملكا للمرتزقة، أما شعب البحرين فيطالبه بالرحيل ويحمله مسؤولية كل الجرائم. وكذلك كان للثوار في بلدة صدد مسيرة رافضة لإقامة سباقات الفورمولا، كما أكد الصدديون على المقاومة كطريق وحيد لتحرير البحرين من الاحتلال السعودي الذي هدم المساجد وارتكب الجرائم. باتت القناعة أن لا يوجد لشعب البحرين خيار ليدافع عن كرامته ويحفظ عرضه ويحمي مقدساته ويصون حدوده إلا بالمقاومة،
فالحكم الخليفي يستقوي بدوائر الهيمنة والشعب يرفض التبعية ويثور من أجل الحرية والتحرر، ومؤمن بأنه موعود بمدد غيبي ينصر فيه المستضعفون على المستكبرين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم.